برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. فقرة فنية، فقرة فنية مميزة، معانا ضيف مميز طبعا كريم سعيد من المحللين العظماء في وجهة نظري، من الناس اللي بتحلل بشكل أكتر من رائع. هنتعرف معاه على يعني تقييمه للموسيماني، خاصة الموسيماني في الفترة اللي فاتت، وكمان نتعرف على يعني ثقافة التقييم نفسه، ثقافة التقييم. بنرحب بك الأول كريم، منورنا في البيت الكبير. مساء الخير كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وهارد لك لينا طبعا الهزيمة قدام سيمبا، وبتحصل أكيد مفيش أدنى أزمة، المهم إن احنا يعني نتعلم منها ونشوف ايه الدروس اللي ممكن نستفيد منها عشان نعوض ان شاء الله الثلاث نقط اللي احنا فقدناهم، والحمد لله احنا فقدناهم خارج الارض وفي الظروف اللي احنا طبعا اكيد مش معتاد ان احنا نلعب فيها، وان شاء الله باذن الله باذن الله الفتره الجايه نعوض ونتاهل زي بالظبط ما حصل السنه اللي فاتت لما خسرنا في اول جوله قدام النجم الساحلي. صحيح. والحمد لله بعد كده تدركنا يعني الامر ووصلنا لغايه الفاينل، لغايه لما خدنا البطوله. محطات كتير دايما بتمر بطريق البطوله كريم، ودايما طريق البطوله طويل، مشوار صعب. البطوله الافريقيه مش بطوله سهله، فيها فرق كبيره جدا، ومشوار البطوله طويل، ولكن انك تتكعبل في الاول احسن ما تتكعبل في الاخر. اكيد يعني وبتتعلم. صحيح. أكيد. صحيح. أكيد. اكيد. طيب قبل ما نتكلم على التقييم العام، عايز اكلمك على ثقافه حتى هنا، مش هقول مصر، على المستوى العربي. ثقافه التقييم نفسها انت شايفها ازاي بالنسبه للجماهير الكوره عامه في الكوره العربيه وخاصه في مصر يعني؟ طبعا اكيد موضوع التقييم بيبقى محبب جدا عند الجمهور، لان انت اكيد بتقول رايك، بتحب المدير الفني ده، ما بتحبش ده، بتحب اسلوب اللعيب ده، ما بتحبش اللعيب ده، وبالتالي اكيد التقييم كلنا بنحب التقييم، لان احنا كلنا بنحب الكوره، واللي بيحب الكوره دايما بيحب يقول رايه اكيد، وبيحب دايما يدي الدرجات بس، وانا بحب دايما الارقام، يعني الارقام دايما بحس ان هي الوسيله اللي بتخلينا نقف على الارض، يعني قريبين جدا من الارض. وبالتالي التقييم عندنا يا كابتن هاني تقييمين، تقييم مؤقت او لحاجه معينه، وتقييم شامل، تقييم جزئي وتقييم شامل. مثلا المباراه الاخيره الاهلي وسامبا، احنا في المباراه دي بنقيم مباراه النادي الاهلي، خساره النادي الاهلي امام سامبا في الجوله الثانيه لدوري ابطال افريقيا، ما بنقيمش تيم النادي الاهلي او جيل النادي الاهلي بشكل عام، لا احنا بنقيم المباراه دي بظروفها بحالها فقط. وبالتالي تقييمنا الموسيماني او نقول راينا في المباراه هو في اداره بيتسو موسيماني للمباراه دي على وجه التحديد، وما ينفعش اهو بكلام واضح، ما ينفعش ان احنا نخرج من التقييم الجزئي في المباراه عشان نقيم الراجل بشكل العام. لسبب بسيط جدا، من قيمة أسبوع أو 8 أيام 90% من الناس اللي بينتقدوا كانوا بيشيدوا بالراجل بعد أداء مباراة المريخ السوداني. إحنا نفسنا هنقول نقاط إيجابية كتير، قلنا نقاط إيجابية كتيرة جدا بعد مباراة المريخ السوداني، أكيد في حلقة النهاردة مش هنقدر نقول هذا الكم من النقاط الإيجابية اللي حصل أخطاء وحصل مشاكل. وبالتالي لازم اللي بيقيم يبقى فاهم الفرق ما بين الاثنين، قيم الماتش مفيش مشكله، لكن ما تقيمش بشكل عام، لان تقييم بشكل عام ده غير عادل، لان انت طبعا اكيد متاثر بالنتيجه وبالشكل اللي احنا شفناه في مباراه سيمبا، وكان في طبعا اخطاء كتيره سواء من المدير الفني او من اللعيبه او من الاداء الفني، يعني في حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها. بس انا بتكلم في جزئيه التقييم، دايما ثقافه التقييم في مصر، يعني لما وانا كنت بتكلم معاك يمكن بنتناقش كده وبنتكلم ان تقييمنا كمان على مستوى اللاعبين، مثلا لعيب ظهر في الدوري المصري او ظهر بثلاث اربع مباريات، احنا عندنا النجم الصاعد بسرعه الصاروخ، وبنبدا نكبر الامور بشكل، ولو مدرب على نفس المنهج، مدرب لعب مباراه كويسه قوي بنكبر، ومباراه خسر فيها يبقى وحش، والكلام ده ممكن يكون فارق الزمني بيه قليل جدا. الجزء الثاني عامل السوشيال ميديا مأثر كمان على خلفيات كتيره جدا جدا يعني أكيد. فالسوشيال ميديا طبيعي جدا اي حد ممكن يقعد على السوشيال ميديا يقول رايه في المدير الفني او بلغه الكوره كده يقطع في المدير الفني، وبالتالي ممكن يبقى في نوع من انواع التشويش شويه الفني على اداء اذا كان مدرب اذا كان لعيب او على اداء الفريق كجماعه يعني. هو طبعا اكيد قطاع الجمهور له الحق تماما ان هو يقول رايه زي ما هو عايز، كل واحد حر تماما في وجهه نظره يقول اللي هو عايزه، بس احنا طبعا بنتكلم النهارده ك
ناس بتحب الكوره، وحتى مش هفرق ما بين خبراء في الكوره ومش والناس مش خبيره في الكوره، لا عشان كلنا بنحب الكوره. بس العقل بيقول انا النهارده لازم وانا بقيم افرق ما بين التقييم في مباراه والتقييم العام. التقييم العام اتعودنا نهايه البطوله النادي الاهلي هو حتى يعني المنظومه كابتن صالح سليم كان دايما يقولها، التقييم اخر موسم، بنقيم اخر موسم او بنقيم بعد فتره مفيش مشكله، حتى لو عندنا ازمه والازمه اتكررت لشكل يعني بمسافه طويله ممكن نقيم هنا. لكن انا ما اقدرش اقيم مدير فني بشكل عام لمجرد خسر مباراه، ونفس الامر كل الجميع تعرض لنفس الموقف ده قبل كده. رينيه فايلر تعرض للموقف ده مرتين، مره مع النجم الساحلي ومره مع بلاتينيوم ستارز في ماتش 1-1 لما تعادلنا، والاداء برده ما كانش جيد. مانويل جوزيه نفسه يعني الاسطوره بتاعتنا في التدريب ياما تعرض لي مثل هذه المواقف في دور المجموعات، مع خلاف طبعا دور المجموعات ساعتها كان اقوى، كنا بنتكلم على دور الثمانيه قبل ما يكون دور المجموعات في دور 16. كابتن حسين البدري مع النادي الاهلي تعرض لهذا في الموقف ده كتير جدا، وبالتالي احنا محمد يوسف كمان يمكن في البطوله اللي قبل الاخيره اللي اقصده دي. ان احنا محتاجين نحط كل الامور في نصابها. صحيح مظبوط، عشان نخرج من الايه من التاسك اللي احنا فيه ده بشيء ينفعنا بعد كده. بالظبط، لان النهارده التراشق او حتى التقييم العام الزائف يعمل مشكله، يعمل بلبله، يعمل بلبله بدون لازمه. ليه بقى؟ النهارده معظم طبعا احنا بنقول ان اللعيب بتتابع السوشيال ميديا والكلام ده بيوصل، وبالتالي انت مش محتاج تعمل يعني ايه ضغط من لا شيء. اكيد طبعا الهزيمه غير متوقعه على الاطلاق، غير متوقعه على الاطلاق، ولكن حصلت. المفروض بقى انا اقعد اعمل ايه؟ اقعد امسك في الهزيمه دي واتكلم عليها مليون سنه وانا عندي ماتش دوري يوم الاحد، وبعد كده عندي فيتا كلوب، بعد كده عندي الاسماعيلي، بعد كده عندي فيتا كلوب ماتش لعب. لا، لازم نتعلم حاجه. حاجه حصلت خلاص، قيم وحلل وخد الدروس، اقفل وكمل مشوارك. مظبوط، وده حصل كمان على نفتكر كلنا وجماهير النادي الاهلي بتفتكر الهزيمه من صن داونز 5-1. نعم، وكان ده كان كمان انطلاقه لتعهد اللعيبه ان البطوله الجايه او النسخه الجايه هتكون داخل جدران النادي الاهلي. نعم، وده حصل يعني في محطات كتيره جدا. وزي ما بقول وانا من خلال تجربتي كلاعب بيبقى في محطات شويه في النص يعني بتبقى فيها اخفاق شويه، لكن هي دي اللي بتنقلك وبتاخدك او بتفوقك بمعنى اصح انك تكمل مشوار، وان تعرفك ان المشوار مش سهل، المشوار طويل ومشوار صعب يعني طبيعي. وحتى انا افتكر يعني مع مستر مانويل جوزيه حتى في الولايه الثانيه له، وهزيمه النادي الاهلي في نهائي كاس مصر قدام نادي المقاولين في المباراه اللي لعب فيها كابتن شادي محمد حارس مرمى في الوقت الاخير، ساعتها كانت يعني مانويل جوزيه خسر بطوله، لكن دي ما فيتش خلاص مفيش مشكله نكمل ونحسن الفريق ونكمل مشوارنا، عشان احنا عندنا تارجتس كبيره. وفي نفس الوقت برضه نقطه مهمه، الهزيمه هي نقطة في المشوار اللي انا ماشي فيه. ما حدش برضه احنا برضه في نقطة مهمة جدا كابتن هاني، مش عايزين نحط ضغط على اللعيبة. مزبوط، ان انت كل مباراة هتنزل تلعبها انت مطالب تكسبها وبأداء. لا، ده طبعا تاني مش ببرر خالص، وحتى كلامنا بعد شوية مش هيبان خالص، ودايما الجماهير بتحب، ولكن يعني الجماهير بتحب تلعب كويس وتأدي كويس والنتيجة كويسة، طبعا طبعا ده حقهم يعني. والهزيمة تاني هو والله غير متوقعة على الإطلاق طبعا، ولكن رد الفعل لازم يكون بحساب جدا. ليه؟ لان احنا هنا بنقيم المباراه فقط ولا نقيم اداء بيتسو موسيماني. نفس الراجل هقول اهو، انا احلى ماتش شفته لبيتسو موسيماني فعلا فنيه مع النادي الاهلي مباراه الوداد الذهاب، كانت مباراه امتياز في الاداره الفنيه. مباراه مريخ سونيا برضو كان اداره فنيه رائعه جدا، واتكلمنا هنا عليها مع حضرتك في نقط كتيره جدا. فاحنا عايزين نبقى متوازنين، ولا عايزين نبقى يعني نشيد قوي، ولا لما نيجي نقع نزم قوي. محتاجين ان احنا نقف في النص عشان بس تبقى الامور كويسه، ونتعلم كمان امور تساعدنا في الجولات طيب الجايه. طيب مهم جدا ان احنا كمان نحلل المباراه. نعم، ونشوف زي ما انت بتقول هنحللها من طبعا من اطار ان احنا بناخد السلبيات وبنحاول نحلها في المستقبل. نتمنى بنحاول نحل المشاكل اللي عندنا طبعا. وعايز اقول كمان نقطه فنيه كريم، ان لغايه دلوقتي برضو الناس لازم تعرف ان موسيماني يعني ما خدش فترات تقدر تقول طويله او نعم. مش هقول طويله يعني، هو الراجل حتى ما خدش اسبوعين يقدر يظبط الدنيا بشكل اكتر على المستوى التكتيكي، على مستوى اللاعبين. مش هقول لك ان هو ما يعرفش اللعيبه، لا يعرف اللعيبه، لكن كل مدير فني ليه فكر معين. طب هو اتكلم على دوت كمان من خلال بعض المؤتمرات الصحفيه ان هو كان نفسه يبقى عنده
وقت شويه ان يبين شغله بشكل اكبر. فدي نقطه كمان فنيه لازم الناس تحطها في الاعتبار. جاي على بطوله افريقيه نصف النهائي مع الوداد، خد بالبطوله، دخل على بطوله كاس مصر، خد البطوله، دخل على البطوله المحليه وبعدين كاس العالم للانديه. فكل دي توالي مباريات، ما خدش لسه نفسه انه يقدر عنده مساحه انه كمان يطبق اللي في دماغه بشكل عملي يعني. والله بص حضرتك فتحت نقطه مهمه وحلوه قوي قوي. ايه هي بقى؟ ان المدير الفني زي اللعيب عنده مساحه تطور، بمعنى ايه؟ وعنده مساحه تعلم من الخبرات اللي بيتعرض ليها. بمعنى لما بنجيب لعيب، اكيد ما فيش لاعب في الدنيا، في اي مشجع في العالم ممكن يديله 10 من 10. يعني كريستيانو رونالدو لغايه النهارده بيطور نفسه وبيحاول ان هو يحافظ على نفسه عشان يبقى في الحته بتاعته. مثلا احنا اتعودنا على رونالدو كتير جدا هو ليفت وينجر، جه في فتره مع زين الدين زيدان لما لقى ان الباور عنده ولياقته ما تقدرش ان هي تخليه يعمل الواجب الهجومي والدفاعي، قال له شكرا بعد اذنك لو سمحت، انا عايز العب راس حربه صريح وشيل من عليا خالص الدور الدفاعي. وحتى لما راح يوفنتوس عمرنا ما شفنا ان رونالدو ليفت وينج، الراجل بيلعب على طول داخل منطقه الجزاء ودايما بنشيد بيه الجامب بتاعه كل شويه. رونالدو جاب جون بالهيد، ليه بيعمل الجامب الحلو؟ فبالتالي انت بتبدا تقعد تشتغل على نفسك وتحلل انت ايه النقط الكويسه عندك عشان تبدا تحافظ على الفريم بتاعك. فبيتسو موسيماني حتى لو وقع في بعض الاخطاء، طب ما دي خبرات بيتعلم منها، ودي نقطه برضه هنحاسبه عليها. يعني دي نقطة مهمة طبعاً جدا. اكيد هنحاسبه عليه، انت تعرضت للموقف ده في ماتش سيمبا، فيا ريت ان احنا ما نكرروش تاني، يا ريت الفكره اللي انت كنت تحاول تعملها مثلا ما نفعتش، يا ريت، وهكذا يعني. بالتالي المدير الفني زي اللعيب وبيمر بكيرفات طبعاً، برضه بيمر بكيرف عالي طبعاً. زي ما قلت لك مورينيو كان خليني اقول لك كيرف عالي جدا وبعدين نزل شويه وبعدين دلوقتي مع توتنهام كيرف عالي تاني. صحيح صحيح. جوزيه مورينيو مع مانشستر الناس كلها قالت خلاص الراجل ما بيتطورش بالزبط. وخلاص وانتهى الموضوع، ولغايه لما قدم شكل جديد مع توتنهام. ما جوزيه نفسه يا كابتن هاني اول ما جه النادي الاهلي في الولايه الاولى، انا فاكر في البدايه هو كان مقتنع تماما بالاربعه ورا، ما بيلعبش بثلاثة، هو هلعب باثنين مساكين والاثنين فول باكس والعب زي اوروبا، لحد ما لعيبه الاهلي ساعتها او القايمه ساعتها ما كانتش مستعده للشكل ده. اول مباراه لينا في الدوري قدام غزل السويس، مباراه النادي الاهلي ضيع فيها لا يقل يعني على 10 فرص واتغلب 2-0 في بدايه الدوري، وبقت الناس بقى طبعا فاهم بقى اول هزيمه في الدوري بقى نوع من انواع الشك طبيعي. وبعديها برضه النادي الاهلي اتغلب من الزمالك في الدور الاول 2-1، لغايه ما مانويل جوزيه بدا يغير الطريقه ويلجا الى 3-4-3 ويبدا يعني ايه يتماشى مع الاسلوب اللي ينفع بيه القايمه اللي معاه في الوقت ساعتها، وبالتالي بقت نتائج النادي الاهلي تتحسن. فدي خبرات المدير الفني بيبدا يتعلمها لما بيتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويشوف كمان الظروف اللي بيمر بيها. ساعات هو بيطلب بعض الطلبات من اللعيبه وبعض التاسكات في الملعب ممكن اللعيب فعلا ما يقدرش يعملها لانها يعني طلبات كبيره قوي. مثلا فكره نخش مباراه الاربعه 3-2-1 اللي الناس بتقول ان هي فيها تحفظ، هي ما فيهاش تحفظ. 4-3-2-1 بيلعب 3 في نص الملعب بالظبط، يعني احنا لعبنا 4-3-2-1 اوكي. الطريقه اللي هبنا بيها هي مش، ما اقدرش اقول هي مش هجوميه لا خالص، هي الفكره ان هي في التكليفات اللي انا مديها للعيبه هتخليني اظهر بشكل هجومي ولا لا. جوزيه ياما لعب ب 4-3-2-3-1 ولعب بشوقي وعاشور وحسن مصطفى في نص ملعب بدون بلاي ميكر، حتى كان كتير بيلعب 5-3-2 والناس يقول لك خمسه ورا يبقى ده شكل دفاعي، بالعكس كان خالص ده اكثر قوه هجوميه بالزبط. ده هي الفكرة في التكليف. حتى لو افتكر برضه مباراة لمنتخب مصر كنت حضرتك فيها هاف ديفندر، ماتش مصر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية 2000، كنا مغلوبين في أول ربع ساعة 2-0 صحيح 2-0. بعد ال 2-0 بدأ واضح جدا إن التكليفات والتعليمات لحضرتك من الكابتن الجوهري زيد وطير يعني كمل في نص ملعب بوركينا فاسو، وحتى ساعتها حضرتك جبت جون باكورد كان رائع جدا وكسبنا المباراه دي 4-2. هي الفكره في التكليفات، وبالتالي بيتسو موسيماني كان عنده فكره من تحليله لفريق سيمبا وان هو حابب ان هو يعمل كثافه عدديه في نص الملعب. وعايز اقول الشق الهجومي من النادي الاهلي في المباراه دي هو من حاجتين، يعني في 4-3-2-1 ليها نقطتين في الشق الهجومي اتعمل منهم واحده، والواحده الثانيه هي اللي عملت لنا الازمه. لو ممكن نبدا بالصور عشان نوري الساده المشاهدين ايه الفكر او فكرتنا في المباراه او البيتسو موسيماني كان عايز يعمل ايه مع سيمبلا، ونبدا بالصوره الاولى. هنشوف ان الصوره الاولى النادي الاهلي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطير فول باك واحد ويثبت التاني والفكره دي
كان من جزء منها التأمين الدفاعي لينا سواء في الهجمات المرتدة، لأن الناس عندهم تشاما وعندهم الوينجر التاني جاب فينا الهدف، اتنين صراع جدا، وكان في قلق ان هم يلعبوا ورا التوفول باكس بتوعنا فيعملوا لنا أزمة. وبالتالي هي عملية توازن، احنا في الهجوم ما هجمناش بالاثنين فول باكس الطايرين، وبالتالي كان في تحفظ، وكمان ثلاثي خط الوسط بتاعنا ما كانش حد بيتقدم، واحد بس بيتقدم مع الثلاثي، لكن في الثلاثي الامامي ادى الواجب بتاعه. يعني ايه ادى الواجب بتاعه؟ يعني في طريقه 4 3 2 1 انت مجبر يا كابتن هاني انك تلعب الاثنين وينجات نارو، ما يلعبوش فتح مش على الخط، بيلعبوا للداخل شويه للداخل، لو لعبوا على الخط انت كده بتوسع المساحات جدا، انت ما عندكش بلاي ميكر، وبالتالي هتعمل فجوه. طيب احنا عملنا نص والنص التاني ما عملناهوش، ايه بقى النص التاني ما عملناهوش؟ ما عملناش النص التاني كان لازم تطير اثنين فول باكس. ليه بقى؟ عشان يبقى عندك كثافه عدديه، او خطوه تانية تثبت واحد والاثنين اللي يعني من الثلاثه على الاقل واحد يبقى 80% والتاني يعني اللي ناحيته الكوره بمعنى اصح هو اللي يزيد شويه. مثلا الكوره دي الكوره اللي عملها اجايه لكهربا، دي فعلا تيبيكال تكتيك ممتاز جدا ل الخطه دي، ان انت النهارده قدرت تخترق من العمق وتعمل ال1 2 وواحد يهرب ما بين الفول باك والمساك ويقدر ينفرد بالمربى دي، بس كانت عايزه شويه هدوء من كهربا ان هو يصوب بشكل جيد او بشكل افضل، يعني افضل على المربى. كان ممكن يبقى الشكل طبعا اكيد افضل، ولكن انا بشيد بحته ايه؟ ان موسيماني قال لأجاييه وكهربا ما تلعبوش على الخط، على الاطراف دايما خش جوه. طيب واحده من المشاكل كانت عندنا ان احنا لو بصينا على الصوره دي مش هنلاقي حد من الاطراف طيب. مش متواجد محمد بالزبط. هاني بره الصوره تماما والكره، لكن الكره دي يا كابتن هاني بقى فيها مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. ايه هي الكره الثانيه؟ ايه نسبه ان احنا ناخدها في الصوره دي؟ في الصوره دي 0%. 0% طبيعي، 0%. ليه؟ مفيش ولا واحد من عندنا على مكمل على مشارف منطقه الجزاء، والشكل ده اتكرر كتير جدا، وهو ده اللي خلى دايما نادي سيمبا في الشوط الاول الكره دايما معاه، او فتره هجوم او فتره الهجمه للنادي الاهلي بتبقى قصيره بالظبط. يعني انت الكره ديت لو اتلعبت بالعرض والمفروض واحد من وسط الملعب على القوس ال 18 هتترد وتبدا تبني تاني هجمه جديده، يعني روح الهجمه قصيره جدا بالظبط. ليه بقى؟ ليه كمان احنا عندنا اثنين لعيبه داخل منطقه الجزاء قصاد ثلاث لعيبه من سيمبا، طبعا هي الكره دي انتهت انها راحت لحارس المرمى، بس بفترض ان دفاع سيمبا رجع الكره دي لخارج منطقه الجزاء بالظبط، برضه هتروح لهم مش هتروح لنا، وبالتالي واحده من النقاط الدروس اللي احنا هنتعلمها لما نلعب بثلاثه في نص الملعب واحنا بنهاجم محتاجين ان احنا نطير اثنين بالظبط، ما ينفعش نطير واحد وخاصه بس. وخاصه يا كريم انك دايما لما بتطير اثنين انت مثبت واحد من الباكين، وبالتالي انت لو عديتهم انت بتشتغل بمنطق 6 ل 4 6 في الهجوم بالظبط، انك مثبت باك وسد باك وسد باك ثاني وديفندر، اديك مثبت 4 ورا، وبالتالي لازم يكون في كثافه عدديه قدام شويه. وقبل بس ما اروح للصوره دي انا بس عايز برضه اقول حاجه، ساعات بتحصل ده الهدف ده تقريبا دي كره الهدف طبعا احنا هنجيلها، بس قبل بس بتكلم على الصوره دي انا عايز اقول حاجه. في بعض الاحيان كابتن، في بعض الاحيان ممكن اللاعب نفسه بدون تعليمات من المدير الفني ما يتقدمش على فكره كتير. يعني ممكن المدير الفني يقول للاعيب على فكره انا عايزك تقدم وما تخافش وزيد وكل حاجه، اللاعب نفسه بسبب الاجواء وبسبب الظروف اللي بيلعب فيها ربما هو غصب عنه يبدا يتراجع. هنا المدير الفني محتاج بقى يتدخل، ان انا لو رجعت مش يعني لو اتقدمت مش هقدر ارجع بنفس الكفاءه ورا، فبيعمل ديلي شويه من طبعًا نفسه يعني طبعا. فالحته دي ساعات بتيجي من لعيبه، وبالتالي يعني لزوما على الجهاز الفني انه يبقى دايما بيحاول انه يطبق التكتيك اللي قاله، يزق اللعيبه الملعب يزعق ويزق اللعيبه بالظبط بالظبط. لو رحنا بقى احنا واحده من مشاكلنا اللي كانت في الدفاع، وطبعا جت منها لعبه الهدف، او في وجهه نظري يعني برضه دي واحده من النقط اللي كان فيها مشكله، ان احنا حلقنا كتير وما ضغطناش بالظبط. الكوره لما كانت بتيجي لنادي سيمبا من عمق الملعب كنا معظم لعيبه النادي الاهلي بتحلق اكتر ما هي بتضغط، للدرجه اللي خلت الكوره بتاعت الهدف لاعب نادي سيمبا عمال يلف بالكوره كتير جدا بدون ما يقدر نادي لاعب من النادي الاهلي يعمل عمليه ضغط منه بالكوره، وده للاسف خلى عندنا رقمين سلبيين لينا، وده الرقمين دول محتاجين نركز عليهم عشان بعد كده محتاجين مظبوط ان احنا نزود. ايه الاول الرقم؟ الرقم الاول هو رقم الدريبلز اللي عملوها لعيبه سيمبا في نص الملعب. عملوا كام؟ عملوا 40 كوره، عملوا يعني ايه دريبل؟ يعني خدوا الكوره وبيجروا بيعدي من اللعيب
40 مرة نجحوا كم مرة؟ 26 مرة من 40 مرة. من 40 مرة نجحوا 26 مرة، يعني عدد كبير جدا، أكتر طبعا من 50%. احنا بقى عملنا نفس الأمر ده في نص ملعب سين بكم مرة؟ عملناه 13 مرة. نجحنا كم مرة؟ نجحنا 6 بس. وبالتالي ده يوضح ان نادي سيمبا كان في عمق الملعب مسيطر وكان عنده مساحة كبيرة. ما دي الفكرة الناس بتتكلم عليها يا كريم، واحنا بنتناقش طبعا على المستوى الفني. انت بيقول لك طب ازاي الضغط دوت كان قليل جدا بالرغم انك بتلعب بثلاثة ديفندر، والمفروض لما انت بيكون في كثافة عادية في وسط الملعب بتكون عملية الضغط مش هتقول اسهل، لان انت بتلعب ثلاثة في نص الملعب، فاكيد عملية الضغط غير لما بتلعب اثنين. عملية الضغط على الخصم خاصة في لما يخش نص ملعبك، لا دي لازم تكون اقوى واشرس، وحتى فيها كفرنج. يعني لو ديانج قابل يبقى حمدي فتحي تحتيه، صحيح. اكرم قابل يبقى ديانج تحتيه، فده ما كانش موجود. انا في وجهة نظري اعتقد هياخدنا الامر مش فني، وهو الظروف بقى بتاعت المباراة. موضوع ان الماتش بيتلعب الساعة 3، وطبعا حضور الجماهيري اكيد احنا كنا بنتكلم في حوالي فوق 50,000 60,000، احنا بنتكلمش دول مش 30,000 خالص ولا 15 دول مش 30,000 خالص، دول احنا بنتكلم بس مش عذر برضه. لا مش عذر بالظبط. انا بقى كده النقطه مهمه جدا يا كابتن هاني، موضوع اللعب الساعه 3 ده مهم جدا لينا للنادي الاهلي. ليه؟ لانه واضح كده في اخر 3 سنين ان احنا بنلعب مباراه الساعه 3 العصر في افريقيا ما بنحققش نتيجه ايجابيه واضحه. بمعنى ايه؟ لما نشوف من 2018 المباريات اللي احنا لعبناها الساعه 3 لغايه دلوقتي، هنلاقي في 2018 كامبالا سيتي في اوغندا اتغلبنا 2-0، 2018 حوريه كوناكري اتغلبنا 2-0 تعادلنا 0-0، جيما جيفارا في 2019 اتغلبنا 1-0، سيمب في 2019 برضه نفس الماتش 1-0، سان داونز 2019 5-0، بلاتينيوم ستارز في 2020 1-1، وسان داونز برضه بعديها 1-1، بس دي في وجهه نظري دي ايجابيه. سوني ديب كسبنا السنه دي 1-0 والمباراه الاخيره، فبالتالي دي ربما تخلينا لحد ما عايزين نركز في اول ما نسمع ان المنافس اختار الساعه 3 العصر معانا نبدا نركز. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم نعملها التدريب على طول الصبح، لازم الساعه البيولوجيه بتاعت اللعيب ترجع لورا. طب تدريب ولا مباراه؟ لان انا امبارح قلت في البيت الكبير ليه لا ان النادي الاهلي ما يلعبش مبارياته مره في الاسبوع، يلعب الساعه 3. ساعات ممكن يبقى عنده ما عندوش، ما يقدرش الجدول الدوري يمنعك، المدير الفني ما يقدرش يعمل ضغط زياده، احمال زياده على اللعيبه، لكن اهم حاجه تدريبك. التدريب ليه بقى؟ لان التدريب بيعود اللعيب ان هو يقوم بدري. بمعنى ندي مثال بسيط جدا، احنا في مصر يا كابتن هاني ماتشات الدوري بنلعب 5:07 او 5:30 سواء كان التوقيت شتوي او صيفي. أيه. وبالتالي اكيد اللاعب بيبقى عود جسمه ان تدي الباور بتاعك في النص الثاني من اليوم، مش النص الاول. طيب لو انا الماتش بتاعي الساعه 5 او ماتش الساعه 7:30، ده بالتالي هيديني مساحه ان انا اقوم من النوم متاخر سنه، يعني ممكن اقوم 11، ممكن اقوم 12 عقبال ما افطر وانزل واروح. هاخد من كلامك يا بيبقى معلش هقطعك، لان الكلام ده مرتبط باللي بيحصل فعلا حتى على يعني لما يكون مثلا عندنا مباراه بالليل. نعم. ممكن المدير الفني يقول لك طب خلاص نام براحتك واصحى على الساعه 10 11 ابدا اتغدى. طبيعي. يكون عندنا مباراه الساعه 3، لا ده انت مجبر تصحى الساعه 8:30 9 عشان تفطر الساعه 9:30، وبالتالي اليوم بتاعك بيقصر. فده الجسم متعود ان هو خلاص في الوقت دوت انا يعني انا مريح يعني. طبيعي. وبالتالي لو جينا قلنا ان المباراه تحولت للساعه 3 العصر، هنا انا مضطر ارحل يومي. بمعنى ايه؟ لو انا كنت بقوم الساعه 11 او 12، لا ده انا مجبر هنا اقوم الساعه 8 او 9 عشان اخد وجبه الفطار، لان انا كده الاحماء اكيد الاحماء بتاعي هيبقى الساعه 2، فبالتالي هنا كل ده بيبدا يتبدر معايا. صحيح. فربما جسمي طبعا اتعود ان انا بطلع الفول باور بتاعي في النص الثاني من اليوم، هنا في الماتش ده هيبدا ما يدينيش الفول كاباسيتي اللي انا كنت طالبها منه او الفول باور اللي انا طالبها منه، وده بيحصل. وبنشوف ان اداء اللعيبه حتى اللي بيروحوا الجيم، لو انت متعود انك بتروح الجيم بعد شغلك بالليل، وجيف مره الترينر بتاعك او المدرب قال لك لو سمحت بكره انا اسف انا بالليل عندي حد تاني غيرك، فلو سمحت تعالى لي الصبح، انت مستحيل تطلع نفس الطاقه اللي كنت بتطلعها بالليل تيجي في مره تروح مطلعها الصبح، ده مستحيل، ده محتاج تتعود. زي النوم بتاعنا، لو انت بتعود انك تقوم من النوم. طب التعود ده احنا تقريبا وصلنا يوم الجمعه. نعم. فقعدنا 3 ايام تقريبا. نعم. فتره قليله.
لو احنا مش عايزين بقى نقول ايه قليله او مش كتير، لو هي 3 المره الجايه نعملهم 6. اه لو 3 ايام اصل برضه 6 لو عملنا يعني الاصول يا كابتن هاني احنا محتاجين تعيش حتى اللعيبه قبل المباراه في سيستم التدريب. يبقى تدريبك الصبح ممكن جدا تعمل تدريباتك الساعه 3 عشان تعود بس الجسم على التوقيت دوت، وانك دايما تخلي النوم بتاعك يبقى طبعا اليوم بقى اللي قبليه يبقى ابدر. انت محتاج تاخد يعني الثمان ساعات بتوعك النوم او العشر ساعات او التسع ساعات بدل، فانت محتاج تقوم من النوم الساعه 8 اذا كان الماتش الساعه 3. وضيف حاجه طبعا ان احنا كنا بنلعب في درجه حراره ورطوبه اكيد عاليه، فكل الظروف دي لما بتتجمع مع بعض ممكن نشوف الحته اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي التركيز الذهني بتاع اللعيب، ان اللعيب ممكن تحس انه بدا يبقى اجريسيف. يعني ايه؟ هو مش قادر يطبق الحاجات او التاسكات اللي المدير الفني عايزها منه بسبب الظروف دي، فيبدا يحول الايه عدم القدره دي لعنف في الملعب، متنرفز مش عاجبه اي قرار للحكم، بيجري وخلاص ما بيضغطش بيحلق بس. كل الظروف دي ممكن تاخدنا ليه الاجزاء النفسيه اكتر من تاخدنا ليه الاجزاء الفنيه. طيب على نرجع تاني للتقييم. نعم. التقييم الفني بشكل مباشر على اداء كمان التغييرات، احنا بنتكلم كل امانه موضوع التغييرات كان مهم جدا انك برضو تخش بتغييرات لو انا شايف بعد 40 دقيقه او 45 دقيقه ان في حاجه غلط، التدخل مستوى المدير. نعم. الفني لازم يساعد كمان اللعيبه اللي جوه الملعب. يعني هو طبعا لو كملنا بالصور هنجاوب على سؤال حضرتك، لان في الشوط الثاني احنا اتعرضنا لنفس الهجمه اللي هي دي الصوره اللي معانا دي كانت بتوضح لنا في الشوط الثاني ان برضو في عدم تركيز من اللعيبه، ان لاعب يخترق بالعمق ده. ونشوف هنا بقى يا كابتن هاني في كام اوبشن تمرير للاعب سيمبا. لا عنده كذا اوبشن، يعني عنده ناحيه اليمين ده راجل فاضي لو حطها ما بين الاثنين لعيبه بتاعه النادي الاهلي رايح انفراد يعني، وفي لاعب ثاني يقدر يقطع من النص وده فعلا كره اتلعبت، وبالتالي ده برضو يولينا ان احنا كان عندنا عدم تركيز شويه في البوزيشننج بتاعنا، وده امر ما تعودناش عليه. صحيح. من لعيبه النادي الاهلي نشوف الاخطاء دي كلها مره واحده، بس اكيد اكيد تاني انا برجع الامور دي تاني لموضوع المباراه الساعه 3 اكيد لازم احنا نخلي بالنا منها الفترة الجاية إن شاء الله. لما نروح بقى للصورة اللي بعديها والصورة الأخيرة معانا هنجاوب على سؤال الكابتن هاني رمزي، إن بقى الصورة دي بعد هدف سيمبا لما نبص عليها هنلاقي إن محمد هاني بدأ يطير على الجبهة اليمنى، محمود وحيد واضح جدا خد تعليمات إنه يخش يعمل نفس الرول اللي كان بيعمله علي معلول يخش الجول الملعب بالظبط، ونبدأ نعمل ضغط كبير جدا على لعيبة نادي سيمبا، وده فعلا اللي إحنا نهينا بيشوط الاول وشايفين في الصوره كمان يا كريم. نعم. كمان ديانج مكمل من نص الملعب خلاص. يعني عندك ديانج واجاييه وفي بواليا وناحيه الشمال كمان موجود كهربا، فالشكل ده مش وحش، الشكل ده على مستوى الهجوم مقبول. هو ده كنا نتمنى بقى نكمل بيه مع بدايه الشوط الثاني. ليه بقى؟ بالزبط. لان نادي سيمبا كابتن هاني في الشوط الثاني مع بدايته ارتكبوا اكبر غلطه ممكن اي فريق متقدم في نتيجه انه يعملها، ده عمل ايه؟ بدا يتراجع للخلف ويعمل زون ديفنس عشان يحافظ طبعا دي ديجو ميز المدير الفني بتاعهم، طبعا ما صدقش ان هو طالع كسبان النادي الاهلي في 45 دقيقه، قال لك شكرا لو سمحت بقى ايه وقف الهجوم خالص ما تطروش، لان النادي الاهلي هيبدا يعمل رد الفعل بتاعه، محتاجين نقف ورا ونثبت. كنت اعتقد ان موسيماني في الحته الفتره اللي عملها في الاخر خالص من مروان ومحمد شريف لما لعب باتنين رؤوس حربه وبدا يعتمد على الكروسات والكروسات الطوليه، مروان محسن نزل واحده لمحمد شريف كانت رائعه اللي شريف شاطها كويس بالظبط. الثنائي ده بقى كان محتاج فتره اطول عشان يقدر يجرب كتير، فتره اطول ومحتاج ايمن اشرف، خلينا نتكلم بكل امانه يعني ايمن اشرف اول ما نزل عمل الثلاثه كروس، مش تقليلا في محمود وحيد لكن ايمن كان عنده الخبرات وعنده الوقفه ومور اكتيف انه يوصل الكره حتى من نص الملعب حاول يوصلها لجوه ال 18 مع وجود راسين حربه. نعم. وكمان كان في ميزه كمان ان بدا حد يتقدم كمان تحت راسين الحربه يعني. نعم. كان في كثافه ومن الكثافه دي اخر خمس دقائق خلقنا فرصتين ثلاثه يعني. صحيح بصراحه احنا كمان فكره ان اللعيبه بصراحه في الماتش في الجو ده ممكن فعلا ما يدوش الفول باور بتاعهم في 60 دقيقه حتى، فانت محتاج تستغل الخمس تغييرات
الاستغلال الامثل. يعني ده شيء جاي، يعني فكره خمس تغييرات في ماتش زي ده افضل بكتير من ثلاث تغييرات بالظبط. وبالتالي كنت تقدر مع بدايه الشوط الثاني تدي مساحه وقت اطول. مروان محسن الامانه برضو ارض الملعب ربما نكون شايفينها في التلفزيون حلوه ولونها لطيف وحاجه، كان بيتزحلق كتير فيها، لا دي كان كمان يا كابتن هاني فيها حتت واطيه وحتت عاليه، وانت بتجري بالكوره هتلاقي الكوره مش سهل انك توقفها، ده امر يحس بيه اللعيب مش يحس بيه المشاهد. المشاهد شايف اللون جميل والصوره اتش دي وحاجه زي الفل يعني، فاهم قصدي؟ انما لما يروح يلعب هيلاقي ان الكوره مش متزنه وهو بيجري بيها. وبالتالي كنت اتمنى في الشوط الثاني ان احنا نلعب كروسات كتيره اكتر ما احنا بنلعب على الاختراق من العمق او نلعب بوزيشن جيم. لا خلاص دخلنا البوزيشن جيم ده خالص. محمد هاني عمل شوط ثاني بصراحه ممتاز جدا، ولياقتنا الحمد لله النقطه مهمه، لياقتنا كملنا فرصة محمد شريف في الدقيقة 92، وبالتالي كان عندنا مساحة، بس قدر الله ما شاء فعل مفيش مشكلة. المباراة دي مش مكتوبة لنا، مفيش أي أزمة خالص، احنا بنحلل الأمور اللي فيها طبعا، دروس بنكتسبها وخبرات بنكتسبها صحيح للعيبة وللمدير الفني، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله نشوف نتيجة أفضل للدروس دي في المباراة ان شاء الله. وزي ما بنتكلم كريم كل دوت دروس مستفاده طبعا. ودايما المباريات اللي بنخسرها لازم هنقعد ونحللها، بنتكلم بكل امانه وبكل منطقيه. شايفين في اخطاء، قلنا في اخطاء، شايفين في تاخير في تغييرات، قلنا الكلام دوت عشان الناس ما تقولش ان احنا بنطلع بين قوسين كده بنطبل. لا احنا احنا في النادي الاهلي خاصه مهم جدا انك تتعلم من دروسك، والاجزاء الفنيه الرائعه اللي انت شرحتها كمان بتبين للساده المشاهدين كان في على المستوى البدني كان في اجواء يمكن ما ساعدتش اللعيبه انها تقوم بالضغط اللي هو الناس كانت بتسال طب الضغط مش موجود ليه؟ جاوبت على ده. السيستم نفسه 4-3 في نص الملعب برضو انت جاوبت عليه بطريقه اكتر من رائعه، اللي هو التكليفات داخل الملعب ممكن تكون مختلفه. فانا بتفق معاك تماما على رؤيتك، ودايما ان شاء الله النادي الاهلي يظهر بمستوى افضل المباراه اللي جايه باذن أكيد الله اكيد ان شاء الله. انا متاكد ان الظروف اللي احنا لعبنا بيها في حاجات كتيره بالنسبه للرياضي ما حدش يحس بيها غير الرياضي نفسه. ده حقيقي. انت طبعا واحنا بنتفرج في التلفزيون دايما بنقول احنا عايزين نشوف افضل حاجه، انت عايز تشوف افضل حاجه، انت مش حاسس بالظروف اللي هو فيها. انا مريت بالكلام ده، الظروف بيبقى فيه كرشه نفس ما بتقدرش يعني حتى تضغط يعني. اكيد اللي بيمارس رياضه ممكن يعني بيحس بالكلام ده بشكل اكبر، لان انت ساعات ممكن تطلب طلب الامانه اللعيب اللي انت بتتفرج عليه ما يقدرش ينفذه زي ما انت متخيل. ان برضو تاني فكره انا في وجهه نظري ان احنا بنلعب فترات طويله بدون جماهير ومره واحده نتحط في شحن جماهيري ساعات ما بنبقاش ثابتين في الملعب كتير او دي ظروف كتير اكيد بتحصل لنا ومفيش مشكله خالص. الحمد لله الحمد لله انها بتحصل في مباريات مبكره من البطوله، ما بتحصلش يعني مثلا الحمد لله الحمد لله ده مش ماتش ذهاب وعوده مثلا، ده احنا لسه في مساله تجميع النقاط، وبالتالي عندنا بدل الفرصه 4، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله بنهايه دور المجموعات نكون متصدرين باذن الله باذن واحد احد نكون ان شاء الله. كريم كريم كان معانا سؤال حلقتنا كان على طبعا قناه على صفحه القناه على تويتر وفيسبوك وانستجرام، كان السؤال بيقول هل انت مؤيد لقرار الغاء احتراف حراس المرمى الموسم اللي جاي؟ عندنا طبعا يعني على اجابات الساده المشاهدين، نبدا من فيسبوك. احمد عبد العزيز بيقول قرار كان غلط من البدايه والافضل كان التراجع عنه علشان ندي فرص للحراس الشباب، وبالتالي يبقى عندك اختيارات متعدده ومواهب كتير في المركز ده. على التويتر ياسر احمد بيقول بايده تماما يعني. سعيد سعيد برضو على تويتر بيقول أنا مع القرار، مصر فيها حراس مميزين. نروح لإنستجرام، عادل عباس بيقول نعم أؤيد القرار وذلك لمصلحة الأندية ثم المنتخبات، ودوت بيساعد على اكتشاف مواهب كتيرة في حراسة المرمى وبيزيد كمان التنافس علشان يثبت كل واحد قدرته للحاق بالمنتخبات الوطنية حسب مراحلها العمرية. كريم طبعا رأيك انت سريعا في هذا القرار، ليه القرار الاول تم توصيته وليه رجعوا فيه؟ يعني انت رأيك ايه في القرار؟ لا هو تضارب اتحاد الكرة في القرارات ده ما هو كان توصية من الاندية صراحة يعني ده قديم يعني على قديم ومش مش جديد يعني، ولكن في وجهة نظر الشخصية انا كنت احب ان يكون في استقدام لحراس مرمى اجانب. ليه؟ عشان الحراس المصريين يتعودوا على خبرات مختلفة. وهدي مثال بسيط، احنا جينا من فترة لغينا القرار
خلال الفترة الطويلة دي في وجهة نظري الشخصية ما شفناش حارس وصل لمستوى يقترب من المستوى العالمي غير محمد الشناوي في الفترة الأخيرة. يعني محمد الشناوي هو أفضل نسخة لحارس مصري منذ الفترة بتاعت عصام الحضري. ده في وجهة نظري الشخصية. طيب محمد الشناوي لما جه وصل طبعا للمرحله دي بعد اكيد طبعا تجارب وخبرات ومرور وتحمل نقد كتير جدا جدا جدا، كان برضو لمدرب الحراس الاجنبي دور كبير جدا 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 في المستوى اللي وصل له محمد الشناوي. وبالتالي بخلاف محمد الشناوي انا خلال 8 او 9 سنين منذ اتخاذ هذا القرار من موسم اعتقد 2011 او 2010 انا ما شفتش يعني حارس اقدر اقول ان هو يعني حارس قوي جدا. او شفنا مثلا الكلام اللي احنا ساعات احنا بنقول كلام كليشيه يا جماعه بلاش اجانب عشان احنا ندي فرصه للعيبه المصريين وندي فرصه. طبعا احنا النهارده في مصر علي معلول هو احسن باك ليفت في مصر. بص انا بتفق معاك كتير لكن يعني مش متفق معاك على النقطه دي يعني. طبعا بنختلف مع بعض يعني. على مستوى الكوادر والولاد اللي طالعين صغيرين والفرص اعتقد يمكن انا في رايي كان كان قرار سليم لكن وجه النظر تحترم. كريم شرفتنا ونورتنا كالعاده في البيت الكبير. شكرا شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا في البيت الكبير. ان شاء الله بعد الفاصل معانا فقره مع طبعا الزميل شريف فؤاد معانا مع فقره مميزه جدا جدا على مستوى الاستثمار الرياضي. نقطه مهمه جدا ازاي تستثمر رياضيا، ازاي تكبر ناديك، ازاي تعمل للمستقبل، وما فيش افضل من الاستاذ الكبير شريف حبيب يشرح لنا هذه النقاط مع زميلنا شريف فؤاد بعد الفاصل.